سلسلة أوبيوم 13-6. شنو رأيي في الاجتماعيات؟ والاجتماعيات إلا قسمتها راك عارف كتلقى التاريخ والجغرافية، ولكن إلا دويت زعما على الرأي ديالي في الاجتماعيات، دويت عليا أنا، راه الاجتماعيات هي واحد الهضرة، هي واحد القصارة ثقافية، هكا كنسميها أنايا، بحال شي قصارة ولكن ثقافية. ديك راه كاين فاش ندويو، كاين ما نناقشو في الحياة، والحياة ديال الإنسان كيخصو يهضر ويتجاوب. الاجتماعيات ملي بديت كنقلب فيها ما لقيتهاش العكس تماما، انها ماده ممله ولا ثقيله على القلب، بالعكس جاتني بحال شي ماده اللي ضروريه في الحياه، غير هي بعض المرات كتجيب واحد اللغه خشبيه اللي ما كتكونش مفهومه، ولا مثلا كتكون ثقيله على القلب شويه. لغات الخشب راه ثقيله على القلب، كون جات بالدارجه كون راه عندها واحد الاستماع كبير وواحد حلاوه، وديك الحلاوة علاش انا كنلعب في هاد القناة هادي وكندير داكشي بالدارجة. هذا ما كيعنيش كاينه غير الاجتماعيات نهضروا فيها، ولكن عندها حلاوتها حتى هي زوينة. انا الاجتماعيات كتجيني بحال واحد الموجه في الحياة، كتعاون في شي حوايج، مثلا في الاستقرار كتولي تقلب شنو هي افضل دولة عندها أفضل جغرافية مناسبة لك اللي تقدر تستقر فيها مستقبلا وتبلاني لها. المجتمع يعني دابا راه المجتمع ديالنا راه كيبني واحد التاريخ وواحد الجغرافية، والمجتمعات كلها كتبني التاريخ والجغرافية دابا. يعني الاجتماعيات ما كانتش عايشة غير شحال هادي، كانت عايشة وباقى عايشة. التاريخ اللي كندوزو انا وانت وهادو اللي كيسمعونا ودوك اللي ما كيسمعوناش في هاد المجتمع غايقراو واحد الناس في ديك 2100، يعني يقراو التاريخ ويقراو الجغرافيا اللي ديال المجتمع ديالنا. الى بقيت حتى لديك 2100 غتلقى اوبيوم كيعاود الناس الاجتماعيات ديال دابا، التاريخ ديال دابا والجغرافيا ديال دابا. واحد الاجتماعيات واحد المصلح ديال الاخطاء، يعني كاين اخطاء اللي كنتعلموا من هذه الماده هذه، بحال مثلا ما عمر شي واحد يقول بك بالعصبيه القبليه بحال الظاهر البربري، يعني الشلوح والعرب. في اخر المطاف بجوجهم الا حطيتيهم بجوج راه نفس المكونات البيولوجية اللي كاينة عند هذا كاينة عند هذا، يقدوا يتعايشوا يقدوا يتوالدوا يقدوا يتفاهموا ويقدوا ينتجوا بجوج. وهذا غير مثال واحد من أخطاء اللي كيتعلمهم وكيفهمهم بنادم غير بوحده، كاين شي لعبات اللي كتفهمهم غير بوحدك من هذه المادة. فالاجتماعيات كذلك كتشبع الجوع ديالك على العالم، كتزيد في الثقافة ديال الإنسان، كتعرفك على حضارات جداد وناس بتقاليد وأديان وطقوس مختلفة، يعني تكون مختلفة عليك وجداد عليك، كتعرف على الدول والعواصم ديالها والبلاصة الغنية فيها والفقيرة فيها، كتعطيك صورة ديال الدول اللي دايرين بك والدولة ديالك كذلك بلادك، و شنو تقدر تدير باش تعاون وشنو الحقوق ديالك فيها، فين خاصك تمشي وفين خاصك تجي، وزيد 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 وزيد. فالاجتماعيات ماشي مجرد مادة، الاجتماعيات تقريبا كيمارسها اي واحد في حياته وكتعجبه، غير ما كيوعاش بانه كيمارسها، ماشي شي ممارسة واحدة اخرى. كندويو على الاجتماعيات باش نجاوب على كيفاش تجيب فيها مزيان هاد المادة هادي، خاصها تناقش، يعني خاصها تطلع للطوندونس شي مرة، خاصها تناقش في اي موضوع كله يجيب ما عنده من ثقافة، ويبدأ يفكر ويحط الرأي دياله. لو كان عايش في ذاك الموضوع مثلا في هاد المادة اللي غيكون في هاد المادة، لو كان عايش في ذاك الموضوع شنو يدير،
أي موضوع في الاجتماعيات. والفضول تيلعب حتى هو واحد الدور كبير، لأن الفضول كيخلي بنادم يقول علاش ما وقعتش هادي، وشنو اللي خلى هادي توقع، وعلاش جات هاد النتيجة، وعلاش كان هاد السبب، يعني كل حاجة كتعطيها جواب. فإلا جا كل واحد يعطي رأيه غادي في المواضيع ديال الاجتماعيات، وهكا خاص تكون. إلا جا كل واحد يعطي الرأي ديالو في شي حاجة، كتكون واحد المجتمع اللي واعر مقود تتفاهم مع بعضياته، كتكون عارف علاش كدوي المواضيع ديال هاد الاجتماعيات هادي. يعني فباش اولا اعطي الرأي ديالك في كل موضوع، حيت هكا كنبنيو واحد المجتمع زوين، وكل شيء كيكون متقبل فيه الرأي ديالو، كل واحد كيكون متقبل الرأي ديالو، وكيولي يمارس هاد المادة ديال الاجتماعيات في المجتمع بحرية. فهكا خاص تكون هاد المادة، خاص تناقش وتكون عندها واحد القيمه، نرفعوا ليها القيمه ديالها، لان مادة اللي كتثقف بنادم بغينا ولا كرهنا راه كتزيدك المعلومات في عقلك، ماشي ماده ممله، ماده تقدر تحولها لقصه. كنعرفوا القصه شي حاجه اللي زوينه، هذه هي السهوله ديال هذه الماده. تقدر تجيب حدث من هنا وحدث من هنا وحدث من هنا وتربط ما بيناتهم وتصاوب قصه. فهذا من بين الحوايج اللي تبينوا بلي ان هذه الماده راه يمكن لك تصاوب بها فيلم، يمكن لك تصاوب بها قصه، يمكن لك تلعب بها سلسه، ماده سلسه ماشي صعيبه في المرونه. فهذا هو اللي يخليني انا تتعجبني الماده ديال الاجتماعيات بواحد الشكل. اوكي، من 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 المواد اللي تعجبوني بزاف هي الاجتماعيات. هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نقول للناس اللي مشتركين في هاد القناه، نزيدهم شي لعيبات، وحيت بغاو يسمعوا الراي ديالي اللي قلتو. واللي باقي ما مشتركش يشترك ويفعل الجرس. شكرا على الاستماع، ونتلاقاو في راي اخر، لا فيديو اخر. هادشي اللي كاين ان شاء الله.